انا قمت الظهر، قمت العصر اشوف الجو. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد انتهاء صلاة العصر، والآن ننتقل طبعا قبل الصلاة العيال خلصوا طبختهم وتم التقييم الشيف أبو علي، والآن خذينا 40 نشوف كم يحصلون الشباب من عند أخوياهم بالنسبة اللي هم يتأملون فيها بحول الله وقوته. نراكم الآن على طاولة الطعام وتقييم الشباب لأخوياهم. نعم. ونقول بسم الله. العيال ما شفنا منهم إلا كل شيء زين، واليوم بيكملونها إن شاء الله. يا رحي مساك طيب، كيف الحال يا اخي؟ كل مره نشتاق لك يا حبيبي. الله يطول عمرك، الله يبقيك. طيب والله بخير وعافيه يا رحي، والله بخير وصحه وعافيه. اي والله بخير وعافيه، اللهم لك الحمد. لا والله ما وجهتك امس، والله ما جيت من حايل الا متاخر. والله الله يطول عمرك ويوفقك ان شاء الله. اللهم امين. يلا يا شباب سروا 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 بالله. وشو كوكلي بياكلون العيال؟ انا ما ادري، انا بجيب لهم سلطه وخلاص. يلا حط، اسمع اسمع اسمع، جيب الصينيات هم يغرفون عشان بس يذوقون عشان تم التصوير. يلا شباب يا شغل شغل السبيكر، شغل السبيكر يا اللي في الغرفه، يا شباب اللي في الغرفه رجاء المحيط هذا على الطاوله كل خير. هنا هنا يلا شباب، ما تبغوا تعالوا، ما تبغوا تستمتعون بالمطر انتم؟ صوتوا عشان تستمتعون يا اخي بالمطر. يا اخي ترى المطر يجيك يوم استثنائي، ترى تاريخ يجي والله العظيم. تبي قهوة؟ يا سلام، قدها في أكواب ما شاء الله يا أبو. تبي قهوة؟ طيب لا يا أخي، يعني لمح لك لي ساعة يا أخي. إيه عطوك. طيب دقيقة دقيقة، نبدأ بتصويت محمود بن فلاح العطوي. أكلت؟ نعم. تم تصويت محمود بن فلاح العطوي بنجاح. عيال ما يحتاج وصال. أحمد إسماعيل يلا حيو. والله انا عبد الله، والله اللي يقول صح. كيف الحال؟ خير. التحديث يا شباب بعد تصويت محمود بن فلاح. ابطل التحديث، تعرف اجواء وكذا. اي في اكيد. بسم الله. سلط يا شباب. تم تصويت عبد الله، اجعل ابوك في الجنه. تم تصويت عبد الله الحب. الله حيو. كيف الحال؟ طيب الله يطول عمرك، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ الله يعافيك، طول عمرك يا مرحبا والله بسهله. طيب الان اسماعيل نصار. تم تصويت اسماعيل نصار بنجاح. حط الوليد هناك والله ما ادري. والان ننتقل الى تقييم باقي الشباب. ثلاثة. يلا حط لعب وجه حط لي. الان تصويت فيصل بن قلبه، ان شاء الله نرى ديوانه ان شاء الله باقرب وقت. طابجني خلص لاني داري جاتني علومك، بس ان ذوقي ما سد. تم تصويت فيصل بن قلبه بنجاح، رابع تصويت الان. ننتقل الى تصويت فيصل عبد العزيز الحب. تم تصويت عبد العزيز الشهراني بنجاح، وننتقل الى التصويت اللي بعد عبد المجيد البندر. تم تصويت عبد المجيد البندر بنجاح. علي الكلثمي حضر. الان تصويت علي الكلثمي. كم كمي سلطه يا صالح؟ صالح قحطان وين يا شباب؟ وين صالح؟ علينا ابو خالد. علي الكلثمي تم تصويت يا صالح. تكون مني علي الكلثمي تم تصويته. وين الان صالح الفرحان؟ والله والنعم. تم تصويت صالح الفرحان بنجاح. الان تصويت حمد اللاحم. يا عيال يا عيال لا وصيت لازم تكتب عليه اسمك. تم تصويت حمد اللاحم بنجاح. ممتاز ذات حال، كله امتياز. شلون ذقت معكرونه التونه مالتك؟ ما في انت
طبعا تم تصويت سعد الدوسري ما اشتغل صح؟ تم تصويت حمد اللاحم بنجاح ما اشتغل والحين تصويت سعد الدوسري شو كذا فوق تحت ما اروح بس دقي عبالك ابلكيشن انت عبالك تويتر اللي عندك يا داخل شو تحديد تبغى تسويها؟ لا 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 عندهم شنو؟ والله راح تشوف الحين الليتات كذي طيب سلطه ابو خالد لا لا دائما انت حظك هي ليش لما قلبك يا مزبوط اول شيء ايوه صب طيب عندي كلمه قاعد اقول لك اول شيء الحمد لله على سلامتك سكفه وداعتك كنت تمشي الحين للرياض توقع امشي على هاشم كل ما طرد الملحوم يا جعربي الله يطول عمرك نبيك اهم شيء سالم بسم الله مثل اسم الوالد الله ربي الله يطول عمرك الله يبارك تم تصويت سعد الدوسري بنجاح الان سعد الثاني سعد الكلثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي بمناسبة الأجواء الجميلة من يوم جيت الأجواء صارت زينة احنا جاي بداية اخبار بجعج في طريق الله يحفظ تستاهلون والله يا وليد تصويت سعد الكلثم بنجاح الآن تصويت محسن الشهاري سامي الأمير تم تصويت تم تصويت محسن الشهاري بنجاح احمد سعود سيء تم تصويت احمد سعود بنجاح الحبيب منصور مبروك كتاب ابغى كتاب توقع لي عليه الان عيوني لك طول عمرك كيف معرض الكتاب شفت العالم ليش وصل ليش يا اخي حقهم عبد الله جماعه تم تصويته محمود فلاح تم تصويته منصور صوت سعد صوت 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 عبد الله الشهراني صالح القحطاني عبد الله الشهراني صالح القحطاني وين عبد الله الشهراني يا شباب وين صالح القحطاني جيب لي تقوى بعد كم باقي يا شباب عندكم تصويت كم باقي شخص لا 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 كم المتبقي باقي؟ عبد الله الشهراني صالح القحطاني سلام طلع اسماعيل الاول انت طلعت الاول بقدرح اسمعنك تعبان شوي عبد الله الشهراني صالح القحطاني ما عندنا سبيكر طيب يا تاخذها اليوم ها كل طبخة تاخذها قبل اليوم ما جانا طيب بس بجيك الطبخة بجيك يا ساتر ما عندكم بيض مقلي شكشوكة نسوي طبخة بيض ابدا ابدا يا جماعه ادعوا هالوقت والله ذكرهم تحت ايوه ذكرتهم قبل الصلاه كل شيء الحين بعد ثانيه ابشر بالسعد الحين هذا عندكم انتم صحيتوا من النوم الحين عندكم يا شباب يا شباب ما تبون الامطار ما تبون الخير ما تبون الفله الحين برا طيب نادوا صالح عبد الله يا اخي جاي لا داوم علي جاي بالطريق يا شباب صوت عجيب صوت 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 الله العظيم كيف اللي هو اللي ما في خصم ايش في نقطه هذا الحاله اكبر قرار الله يوفقك مره تصور قالوا هكر بهد عزواليك والله هينا تعال كل معي ها ها بسم الله طالب لليوم تعليق الدوره نسيت عليك الدراسة فالرهن ما نبي يوم دورة نعم ابن ارتاح وين المنظم وين منصور يا فواز فواز طالبك يا فواز تعليق الدورة اليوم تبون تعلقون الدورة امام الطريق لا لا عشان خلنا نروح عند العداد عشان سلامة سعيد الحارس لا يجي يتعب خوفا عليه يا اخي تعليق الدورة لا
ترى ما نسمع صوت. الله يستر رجع سيدي حاضر. اللهم اجعله خيرا نافعا. الله يستر رجع.